إلى قطاع غزة، وأشير إلى هذا الخبر العاجل. كذلك قطاع غزة في هذه الأثناء يشهد قصفا إسرائيليا لم يتوقف، ومعدلا متزايدا من الشهداء. مراسل التلفزيون العربي نتحدث عن 6 شهداء في قصف الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة. هذا وقد نشرت وزارة الصحة في غزة التقرير الإحصائي اليومي للشهداء بمعدل متزايد وارتفاع مستمر. نتوقف عند القصف الذي طال مخيم البريج مع مراسلنا من خان يونس أحمد البطة، الذي يضعنا كذلك في صورة الأوضاع في قطاع غزة. أحمد، محمد، معدل وكثافة القصف الإسرائيلي تضاعفت خلال الساعات ويوم أمس أيضا على قطاع غزة. نتحدث عن أكثر من 50 شهيدا كانوا قد سجلوا في مجمعات طبية وصلوا من مناطق مختلفة في قطاع غزة منذ فجر أمس وحتى ساعات مساء أمس. لكن بطبيعة الحال البيانات الإحصائية لوزارة الصحة حينما تتحدث عن أعداد أقل فهي بطبيعة الحال لديها تسجيل بشكل خاص ما بين 24 ساعة إلى أخرى وما بين يوم إلى آخر. آخر الغارات كانت على مخيم البريج منزل 6 شهداء حتى اللحظة وصلوا لمستشفى شهداء الأقصى، وكان أيضا من بلوك 12 من هذا المخيم وسط القطاع كان قد تم انتشال شهيدين قبل 3 ساعات إثر قصف إسرائيلي سابق قبل أسبوع تقريبا. وأيضا نتحدث عن شهيدين تم انتشالهم من مخيم نصيرات من المنطقة الغربية إثر قصف إسرائيلي على منزل في مخيم نصيرات خلال ساعات الليلة الماضية. صباحا أيضا استطاعت الطواقم الطبية بصعوبة بالغة انتشال جثامين 3 شهداء محترقة مفتتة من مركبة مدنية كانت قد استهدفت بالقرب من وادي غزة إلى الشمال من مخيم البريج على شارع صلاح الدين. قصفت هذه المركبة يوم أمس، منعت قوات الاحتلال أي أحد من الاقتراب. بطبيعة الحال منطقة خطيرة إلى الشمال من مخيم البريج، تستهدف هذه المنطقة حتى هذه اللحظة بقذائف مدفعية بشكل متواصل. استطاعت الطواقم من انتشال بعض من أشلاء هؤلاء الشهداء، تبقى بعض آخر من هذه الأشلاء لكن يصعب عليهم الوصول للمنطقة وانتشالهم بشكل سليم. نتحدث أيضا عن انتشال شهيدين تقريبا من مدينة رفح من منطقة خربة العدس شمال مدينة رفح إثر قصف إسرائيلي طاولهم صباح اليوم، طاول مجموعة من المواطنين. أيضا مساء نتحدث عن شهيد وعدد من الجرحى بقصف إسرائيلي لمنزل في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع. هذا ما يحدث ميدانيا حتى اللحظة. الاستهدافات لا تتوقف أيضا في المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس في بلدة الفخاري، هناك تقدم محدود للآليات الإسرائيلية أيضا كان في منطقة مكب صوفة. ما قبل ذلك كنا قد شهدنا قصفا مدفعيا مكثفا لمنطقة بلدة الفخاري ومنازل المواطنين هناك مع غارة إسرائيلية على أراضي المزارعين. هذه المنطقة حدودية، مناطق قريبة أيضا من الحدود الشرقية لمدينة رفح تستهدف ويتم التوغل فيها بشكل متواصل، ويدمر الجيش الاحتلال الإسرائيلي محاصيل وأراضي المزارعين الموجودة بمساحات واسعة هناك. أمام ذلك نحن نتحدث عن تطور آخر في القطاع الصحي. وزارة الصحة ومن هنا من مجمع ناصر الطبي رفضت استلام أكثر من 80 شهيدا جثامينهم تم الإفراج عنها من قبل الاحتلال، كان قد احتجزهم بعد أن اختطف جثامينهم ونبش قبورهم خلال الأسابيع والأشهر الماضية في هذا العدوان من مناطق عدة في قطاع غزة. سلم هذه المرة دفعة أكثر من 80 جثمانا، هذه هي المرة الرابعة التي تتسلم فيها وزارة الصحة هذه الدفعة. 3 مرات سابقة استلمتها عن طريق الصليب الأحمر، لكن أيضا استلمتها دون أسماء أي مجهولي الهوية ودون تفاصيل أي من أي الأماكن تم احتجازهم وفتح قبورهم ونبشها، وأيضا تفاصيل استشهادهم، لأنه أيضا هناك شهداء من الممكن أن يكونوا قد أعدموا ومن ثم اختطفت جثامينهم. لذلك جيش الاحتلال لم يبلغ في المرات السابقة 3، ووزارة الصحة كانت قد دفنت تلك الجثامين بمقابر جماعية عبر أرقام فقط وتصوير لجثامين إذا ما أرادت ذوي الشهداء
لذلك نتحدث عن رفض لوزارة الصحة استلام هذه الدفعة حتى يتم تسليمهم بكشوفات رسمية وأسماء وتفاصيل استشهادهم. نعم، هذا الذي أشرت إليه بخصوص جثامين الشهداء، بخصوص كذلك العدوان المستمر على قطاع غزة، رغم أن مساحة قطاع غزة على الشاشة وفي التغطية تقل، ولكن هذا لا يعني أن مساحة المعاناة وما يتعرض له المواطنون من مجازر تقل. نتابع هذا التقرير الذي أرسلته عن ذات الموضوع فيما هو مرتبط بالمستشفيات، ونعود إليك أحمد، ابقى معنا. هذه الشاحنة في مجمع ناصر الطبي تحوي 80 جثمانا لشهداء مجهولي الهوية، كان قد احتجزهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن نبش قبورهم من مناطق مختلفة في قطاع غزة خلال أشهر العدوان السابقة. أفرج عنهم اليوم وسلمهم لوزارة الصحة أو وصلوا للوزارة دون كشوفات. هذه الشاحنة ستعود كما هي من حيث أتت، لأن وزارة الصحة رفضت استلام هذه الجثامين بدعوى أنها تريد أن تتسلمهم بكشوفات رسمية، ودعت الصليب الأحمر للضغط على الاحتلال، لأن جيش الاحتلال كان قد سلم دفعات سابقة دون أي كشوفات أو تفاصيل حولهم. نتحدث هنا لهذه السيدة التي جاءت لتعرف مصير ابنها الذي فقد خلال هذا العدوان. يعطيك العافية يا حجة، ليش جاية اليوم؟ والله أنا جاي أتعرف على ابني، لأنه ابني له من 14 واحد مفقود، ما بعرفه لا هو شهيد ولا هو معتقل، ولحتى الآن ما حد جاب لنا أي خبر عنه إنه شهيد أو معتقل. طيب، فبدي جيت أنا سمعت إنهم جايبين شهداء عناصر، فأجيت أسأل، وأنا ابني هويته معاه، يعني طلعوا في هويته في جيبته، فحكيت بدي أشوف هدول ابني من ضمنهم ولا لا. كان في مقابر سابقة أيضا ذهبت لتلك وسألت أيضا دمروا إخوته؟ والله ما لقوا، لا في مقبرة خان يونس ولا في مقابر رفح، ما لقينا. طيب، يعني إحنا كنا في رفح لما ابني انفقد. وزارة الصحة اليوم رفضت استلام الجثامين إلا تتسلم أسمائهم. ماشي، بس أنا ابني هويته معه، أنا هي اللي مأملني يعني إنه ابني إنه ممكن تلاقي عند اليهود ألاقيه، يعني هي اللي مطمني يعني أكتر، إن هوية ابني في جيبته، ما حد جابني يعني ما خشش لمستشفى ولا جابوه يعني ندفنه، حتى الآن بنعرفش عنه ولا حاجة. شكرا جزيلا. الله يبارك. يعني هذه واحدة من حالات كثيرة لذوين وأهالي فقدوا أبنائهم ولم يعرفوا مصائرهم حتى هذه اللحظة. هذه الدفعة هي الرابعة تقريبا التي تتسلمها وزارة الصحة دون كشوفات، لكن هذه المرة لن تدفنها وزارة الصحة عبر مقابر جماعية. تقول الوزارة لا تريد أن تتكرر مأساة أن يدفن الشهداء دون هوية أو تفاصيل، وتريد أن يتسلمهم ذويهم بأسمائهم وتفاصيلهم ويدفنوا بشكل لائق. من مجمع ناصر الطبي غرب مدينة خان يونس، أحمد البطة، التلفزيون العربي. إذن هذا وجه من وجوه المأساة المستمرة في قطاع غزة. عائلات كثيرة لا تعرف شيئا عن ذويهم، إما هم شهداء أو أسرى لدى الاحتلال، والبعض يعود دون صورة أو مشوهة الجثمان، وبالتالي لا يستطيع أهله التعرف عليه، ولذلك بعض المستشفيات في قطاع غزة ترفض تسلم هؤلاء دون الإشارة إلى أسمائهم حتى يتم إيصالهم على الأقل إلى ذويهم أو إخبار ذويهم بوضعهم. أحمد، أريد أن أفصل معك بالمزيد حول هذه الصورة وهذا الوجه من وجوه المأساة المستمرة لدى عائلات كثيرة في قطاع غزة لا تعرف شيئا عمن اختطفهم جيش الاحتلال خلال عمليته العسكرية في نواحي قطاع غزة. نعم محمد، هذا الملف شائك وذو نطاقات عدة. نتحدث أولا عن المئات ولربما الآلاف من المفقودين. حينما نتحدث عن مفقودين لا نتحدث عمن تحصيهم وزارة الصحة في تقريرها الأسبوعي، حيث تتحدث عن أكثر من 10,000 مفقود. هؤلاء المفقودين هي من تتحدث عنهم هم تحت الأنقاض، تم التبليغ عنهم في استهدافات عدة، وحتى هذه اللحظة
لحظة في مناطق متعددة لا تستطيع وزارة الصحة عبر كوادرها أو حتى طواقم الدفاع المدني رفع الأنقاض وانتشالهم، وأصبحوا في عداد الشهداء أي مفقودين تحت الأنقاض. المفقودين الآخرين في نطاقات عدة، إما من دخلت القوات الإسرائيلية عبر عملياتها العسكرية البرية في مناطق مختلفة، خان يونس، مدينة غزة شمال القطاع، وأيضا مدينة رفح حينما دخلت على بعض المقابر سواء المدافن السابقة أو حتى مقابر داخل المستشفيات، نبشت قبور كثير من الشهداء وسرقت هذه الجثامين، أي قتلتهم أولا دفنوا ومن ثم سرقت هذه الجثامين، وأيضا مثلت كثيرا في هذه الجثامين واحتجزتهم لأسابيع كثيرة ومن ثم سلمتهم بدون تفاصيل وبدون أسماء لوزارة الصحة. وبطبيعة الحال أنا شهدت إحدى هذه عمليات الدفن، إحدى هذه المقابر الجماعية، وشهدت بعض الجثامين حقيقة مشاهد مروعة لجثامين بطبيعة الحال كانت مدفونة في ظروف مختلفة، أخذت من هذا القبر، لا ندري إذا ما كان جيش الاحتلال قد سرق بعض الأعضاء كما تحدثت بعض المنظمات الحقوقية، أو حتى مثل بهذه الجثامين أو غير في شكلها، لكن طبيعة الحال هذه الجثامين بدون شكل، منها ما هو محلل، منها ما هو يعني تغير إلى شكل مروع حقيقة وشكل مأساوي. وأيضا نتحدث عن المفقودين الذين كانوا في مناطق قريبة من التوغل الإسرائيلي والعمليات العسكرية، دخل عليهم جيش الاحتلال في منازلهم واحتجزهم، منهم من أعدموا ميدانيا، منهم من اعتقلوا، عدد منهم بدأ بعض المواطنين وبدأت بعض العائلات تعرف مصائرهم عبر مؤسسات حقوقية طبعا بصعوبة بالغة في المعتقلات الإسرائيلية، والبعض الآخر بأعداد كبيرة لا زالوا مفقودين في عداد الشهداء أو في عداد الأسرى، لا يعرف هؤلاء الناس إلى أين ذهبوا أو ما هي مصائرهم في ظل العمليات العسكرية المستمرة. قبل أشهر من الآن رصدنا اكتشاف لمقبرة جماعية كان جيش الاحتلال قد أعدم أكثر من 30 شابا ودفنهم في شمال القطاع في محيط مدرسة إيواء، وحتى اللحظة مؤسسات دولية كثيرة تحدثت عن ضرورة فتح تحقيق بهذا الملف الشائك الذي لربما مع الأيام القادمة والأشهر القادمة سيكشف لنا وجها آخر من الألم حول عائلات كثيرة فقدت عشرات من أبنائها، وفقدنا أيضا في قطاع غزة المئات بل ربما الآلاف من المواطنين، نساء وأطفال حتى ورجال لا تعرف مصائرهم، سيكونون إما في عداد الشهداء أو حتى الأموات. نتحدث عن وجه جديد من أوجه المعاناة، نعم. هو ليس جديد، هو متجدد ومستمر منذ بداية هذا العدوان، ومع ذلك نتحدث عن عداد مستمر للمفقودين في الاستهدافات الإسرائيلية التي تطاول المربعات السكنية وتعجز طواقم الإسعاف والطواقم الطبية عن رفع هذه الأنقاض، نعم. لضعف إمكانية. ربما على عجالة أحمد فقط، البعض يتساءل لماذا لا تجري مستشفيات القطاع لهؤلاء فحص حمض نووي للتعرف على هوياتهم؟ طبعا يغني عن ذلك وضع المستشفيات، ولكن لو أجبتنا بصورة مختصرة عما هو مرتبط بهذا السؤال. نعم محمد، هذا التحليل هو غير موجود في قطاع غزة قبل العدوان أصلا لضعف إمكانيات القطاع الصحي والحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع بمنع إدخال مواد المختبرات المختلفة. أيضا في القطاع الصحي الآن حتى المختبرات التي ما زالت تعمل لا تستطيع أن تجري تحاليل هي كانت بسيطة يعني، وكانت يمكن أن تنفذ وتجرى في أوقات طبيعية، نعم. وهي حق من أقل الحقوق للمرضى أو الجرحى في العالم، هي غير موجودة الآن لانعدام وجود مواد التحاليل المختلفة والتي يمنع جيش الاحتلال إدخالها عبر مساعدات، نعم. طبية لوزارة الصحة، والتي تناشد بشكل مستمر بضرورة إدخالها سواء للمختبرات أو حتى لأقسام العمليات المختلفة والأقسام، نعم. في القطاع الصحي. ولعلها أيضا أحمد لو كانت موجودة لكانت المستشفيات كذلك يعني في ظل هذا الدمار الكبير غير قادرة على تنفيذ ذلك. شكرا لك أحمد البطة مراسل تلفزيون العربي من خان يونس.